بس خلي بالك من كلام، مفيش حاجة اسمها ديمقراطية. الديمقراطية قائمة على أسس كفر، 10 مبادئ للديمقراطية كلها كفر. حرية التدين، حرية الاعتقاد، وده عندنا حد الردة، الحكم للشعب مش لله، المال مال الشعب، كل الأمور اللي قامت عليها الديمقراطية، كلمة الديمقراطية. طب ما احنا عندنا شورى يا أخي، ليه ما بنقولش كلمة الشورى؟ أنا لما أقول أنا ضد الديمقراطية وبكره الديمقراطية مش معناها أن أنا بحب الديكتاتورية، لا. زي ما أقولك أنا بكره الخنزير ما بكلوش لأنه حرام، لكن أنا باكل بقية اللحوم. فليه بنكرر الكلام مدنية ديمقراطية؟ مين قال الكلام ده؟ ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية في الإسلام، اسمها الشورى. عندنا اسمها سورة الشورى ومذكورة مرتين في القرآن، ليه ما بنهاش؟ ليه يعني؟ سامحني يا أخي الحبيب، إحنا وصلنا مرحلة دلوقتي إن إحنا بنتكسف من ديننا، إحنا مكسوفين من الإسلام، مكسوفين من الدين، ونقول معلش أصل الناس ومش الناس، وعمالين نعرض إسلامنا كده بطريقة. الله يقول عز وجل لسورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حرج مما قضيت، ويسلموا تسليما. نعم. شيخ المدار الفعل المضارع والمفعول المطلق. نعم شيخ وجدي في الفترة، فعندنا الشورى، ليه نقول ديمقراطية؟ نعم. ليه نقول للناس دولة مدنية؟ ايه مدنية؟ يعني ايه مدنية؟ يقول لك مدنية تحكم بالقرآن والسنة. الله، طب ما هو القرآن والسنة بقى إسلامية. الله، احنا هنضحك على مين يا ناس؟ شيخ وجدي يعني اصل الغرب بيبصنا، عمر الغرب ما هيرضى عننا. والله في سورة البقرة يقول: ولن، لم نون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. وعندنا مثلا بيقول لك اللي بيزمر ما يداريش دقنه، انت بتزمر هتداري دقنك. شيخ وجدي خلينا لو سمحت، يمكن حضرتك اتكلمت عن الدول الغربية، هل ستسمح الدول الكبرى بوجود دولة اسلامية بهذا الشكل الذي تتحدث عنه هنا في مصر تحديدا، هذه الدولة المحورية في الشرق الاوسط وبجوار اسرائيل؟ الا ترى ان ذلك يحفز الدول الكبرى على مصر بشكل او باخر؟ الله اخي الحبيب، واحنا هنستناهم؟ هم دول اللي هيخلونا نحكم ديننا ولا لا؟ هم دول اللي هنستأذنهم؟ اذا كان هم بيحكموا دينهم، عندك 8 دول حط الصليب على العلم بتاعها، 8 دول حاطين الصليب على العلم بتاعهم، والدساتير بتاعتهم اقرا دستور اليونان، اقرا دستور المانيا، ايطاليا، اقرا مكتوب في النص كده احنا دولة، ايوه بنطبق الارثوذكسية، واللي لازم يكون اللي بيحكمنا كذا وكذا وكذا وكذا. هو حلال عليهم حرام علينا؟ هو احنا عشان نقيم شرع الله لازم نستأذنهم؟ لا يا اخي، دي كانت تبعية قديمة. نعم. الثورة قامت شيخ وقتي لو انت حي الله شباب الثورة، لما جت بتاع دي كندلاي اسماعيل وزيرة الخارجية دي مرضوش يقابلوها في ميدان التحرير، الشباب مرضوش يقابلوها، هيلاري كلينتون مرضوش يقابلوها، لان عشان نقول لهم خلاص شغل التبعية والذل. نعم. اللي كنتوا حاطين جزمتكم فوق رقبتنا دلوقتي بعد الثورة لا، قررنا بايدينا. نعم شيخ وقتي، تفسير حضرتك ايه؟